السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم معايا من جديد في قناه مريامه. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم غرزه جديده، غادي نوظفها في واحد الطريزه ديال الستوك وان شاء الله تعجبكم. الى عجبتكم ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع احبابكم، وما تنساوش كذلك اللي ما مشتركش في القناه يضغط على زر الاشتراك في اسفل الفيديو. وكنشكر كاع المتتبعين الاوفياء والمتتبعين الجدد اللي انضموا للقناه عندي، شكرا على 100,000 ابوني. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم بلي كومونتير وبلي بارطاج وبلي لايك. غادي نبداو. انا غادي نخدم بهذا اللون ديال الحرير. اول غرزه غادي ندخل البره ديالي هنا، هانتوما هنا بحال هكا. المهم نتوما كترصيو هذا النسطوق هذا يكون هنايا على شكل مثلث في الاخر ديالو. هانتوما غادي نديرو بحال هكا غرزه عاديه هذه بحال هكا. في الاول فوق السطر نحددو به هاد السطور هادو، كنجيو لقدام هنا كنخرجوا، هانتوما كنخرجوا الغرزه ديالنا، كنرجعوا هنا بحال هكا. كنهضره ساهله بزاف، يعني كنحاول دائما نجيب لكم السهل بالنسبه للمبتدئات، وحتى اللي باغي يخدم بياس يعني صابهم دغيا يطلعوا في ساعة دغيا تطلع لكم الرشمه، وفي نفس الوقت زوينه كتجي جميله وشي حاجه جديده. هانتوما نبقاو غاديين غير بحال هكا غرزه حتى كنكملوا. اكيد راه غادي تجيكم ساهله حيت انا دابا هكا كنخدم، ما قدرش نشد نتحكم في المرمه مزيان باش نفيكسيها لكم هنايا، اما راه كتجي الغرزه ساهله. ها انتما بحال هكا عاود نجي لقدام هنا نخرج البره ديالي بحال هكا. هنايا بين هاد السطر وهاد السطر راكم شفتوا سطرت جوج سطوره بيناتهم 1.5 سنتيم، 1.5 سنتيم اللي كاين في العرض ديال هاد الخدمه هادي. مين كنوصل هنايا كنبقى خدامه هكا عادي كما وريتكم بحال هكا. نجي هنا بحال هكا، نحاولوا نقدوا الخيوط ديالنا ونعاود نبدا نطلع مع الخدمه، نطلع مع هاد البلاصه هادي بحال هكا. نحددو هنايا بحال هكا، صافي كنستمر تاني تنوصل الفوق. يعني هكا كنحددو السطوق ديالنا يعني كتكونوا مترصين هنايا. بالنسبه للجنب راه غادي تجيو تركبو ديريكت، يعني كيكون مخليين هنايا 1 سنتيم كنطويوه لداخل وكنجيو نركبو، يعني كنركبو العقيدات ديالنا هادي، كنركبو العقيدات ديالنا على هاد الخدمه في الجنب. هكا كنوظفو هاد التطريزه بلاصه السفيفه في نص السطوق هكا. غادي نبداو في الغرزه الثانيه. المهم غادي نجيب هنايا الخيط البره ديالي هنا، ندخل البره ديالي هنايا فيها خيط اخر. هنايا غادي نخدم بهذا اللون، نتوما حرين بيتو تخدموا بنفس اللون اللي خدمت يعني اللي خدمتو به في الاول، تخدموا به نفس الغرزه هكا. غادي نجي ندخل البره ديالي من هنا وندخلها هنا في هذه البلاصه بحال هكا، وغادي نجي هنا هكا نرجع لهاد الغرزه هذه اللي لو ندخل فيها البره بحال هكا بحال هكا. نعاود نرجع على هذه تاني لهاد الغرزه هذه بحال هكا، وندخل في هذه هكا. كنتمنى يعني تكون الطريقه واضحه، كنظن راه ساهله. المهم تبعوا هاد المراحل هادو، وغادي نرجع تاني لهذه بحال هكا، ندخل في هذه بحال هكا كما كتشوفوا. نعاود تاني البره ديالي هنا بحال هكا، وندخل البره ديالي في هادي، نعاود نرجع لهنا
دير بحال هكا بحال هكا، نعاود نرجع. غير تبعوا بشويه مع الفيديو وغادي تفهموا الطريقه. طبعا ماشي غير تشوفوا، ضروري ما تجيبوا يعني اللوازم وتطبقوا باش تعرفوا، يعني ماشي غير تشوفوا تقولوا صعيبه، خاص ضروري تجيبوا الخيط وتجيبوا الابره. بداو غير بخيط عادي، لا ما بغيتوش كاع يعني تديروا خيط ديال الحرير مبروم، ممكن تجربوا هاد الغرزه هادي غير بخيط عادي، ومن بعد طبقوها نتوما تجي بحال هكا. راني كملت نيت تقريبا نتوما، ندخل غير في هذه بحال هكا صافي، كنجي كنرجع هنايا بحال هكا، كنجي هنا ندخل البرا ديالي بحال هكا صافي كما كتشوفوا بحال هكا، كنعقد الخيط ديالي وكنقطعو ونرجع لكم انتما. كنبت العقيق ديالي بحال هكا عادي، كنخرج البرا ديالي من هنا بحال هكا، كندخل عقيقه، كندخل عقيقه وحده، كنعاود ندخل البرا ديالي، كنخلي بلاصه ديال العقيقه وكندخل البرا هكا، ندوز للجهه الاخرى هكا، كنستمر في التنبت عادي. انا راني نبت واحد المسافه هكا، نخليو هنايا مسافه ديال البلاصه ديال العقيقه عاد باش كندخلو البره، نعاود تاني نفس الشيء هنايا وانا غاديه تنكمل الطول ديالي ديال الرشمه ديالي. الا لاحظتوا راه كتجي بحال السفيفه هكا، نجي هنا هكا. انتم راني بديت هنايا خدمه ديال هاد الوريقات، المهم هنايا كتبدا من اول غرزه بحال هكا، كتبداو منها كتخدموا، ومن بعد المهم اللي كنكملوا الورقه ديالنا باش كنفرقوا بين كل وحده والاخرى، كنخليو هنايا هادو واحد زوج ثلاثه اربعه، كنبداو نخدموا من هاد الغرزه هادي ديال السنبوله. المهم راني درت لكم دروس خاصين بالنسبه للغرز كاملين بالتفصيل، هانتوما كندخلوا البره ديالنا من هنا وكنخرجوها من هنا، غير كتشدوا العبار ديال هذه، مثلا العبار ديال هاد الورقه هادي اللي سبق لينا درناها بحال هكا بحال هكا، كنعرفوا يعني غير كنعرفوا عيني ميزاني هانتوما بحال هكا، كندخل البره من هنا وكنخرجها من هنا، كنشد الخيط ديالي كندورو على الابره بحال هكا، كنجر وكندخل الابره ديالي هنا باش كنثبت هاد الورقه هادي، كندخل الابره ديالي في التوب هنا، كنخليو شويه ديال المسافه باش تبان لنا هاد الغرزه حتى هي تعطينا واحد الجماليه لهاد الغرزه هادي اللي من قبل هكا. غادي نجي دابا لحده هانيت هنا، نوريكم كيفاش ديروا باش تفرقوا بين يعني يبقى لكم فراغ في الوسط هنايا، فراغ في الوسط ديال الورقه، كنخليو شويه تسامه بين يعني هنا، ما كندخلوش في نفس البلاصه، الا دخلتي الخيط في نفس البلاصه غادي تسد لك يعني غادي تسد لك هاد الغرزه، كشايلاش كنخليو شويه انتم كنخليو شويه مسافه غير قد هكا بركه. نفس الشيء يعني ميزاني كنحاول انني نجيبها نيشان مع الورقه اللي درت من قبل، كندوروا الخيط على البره بحال هكا، نتوما كنحاول نجيبها في الطول قد قد، كنخليو شويه بلاصه الوسط باش نديروه نتوما بحال هكا، كان بغيت هاد المسافه هادي هاد البلاصه هادي تكون خاويه شويه بحال هكا، كندخل البره ديالي، نعاود نجي هنا نخلي شويه بلاصه هانتوما، نخلي شويه هنايا عاد باش كنخرج، خلي شويه بلاصه هنايا ونخرج البره ديالي بحال هكا، ثاني نخلي شويه هنايا ونحاول انني نجيبها مع هاد الغرزه هادي بحال هكا، نتوما بحال هكا
ندخل البرا هكايا ونثبتها بهذه الغرزه. نجي ثاني هنا نجي هنا نخرج البرا ديالي هنايا وندخلها من هنا هذه البلاصه. نحاول نشد قياس الطول ديال غرزه ديال السنبله اللي عندي هانتوما بحال هكا. انا غنوريكم غير هذه باش ما نطولش عليكم في الفيديو، راه نفس الطريقه. المهم غنوريكم كيفاش تدوزوا للاخرى. هنايا كنجيو للوسط هنا، كنجيو للوسط هنايا حدا حدا هنا بحال هكا. كنخلي تاني شويه هنايا وكنحاول نجيبها مع الطول ديال هذه اللي من قبل باش تكون عندنا نفس الطول في الغرزه. المهم نتوما عينكم ميزانكم خدموا باش يجيكم يعني الطرز متناسق بحال هكا. كنثبتوها تاني بحال هكا صافي. غادي نحسب تاني ثلاثة ديال الغرزات هنا كما كتشوفوا ها هما، واحد زوج ثلاثة. هنايا هذه هي ربعة، غادي نخرج فوق منها الخيط. هادو هادو اللي كنحسبو، هاد البيضين هادو اللي خارجين مننا، واحد جوج ثلاثة ها الرابعة هنايا. غادي نبدا تاني نخدم نفس الشكل هانتوما. من بعد ما كنكمل الغرزة اللي وريتكم هنايا كما كتشوفو، راهني حسبت واحد جوج ثلاثة والرابعة خدمت فيها عادي كما قلت لكم. ما تخدمو بحال هكا حتى كتكملو كل زوجات. خليت ثلاثة ديال هاد الغرزات هادو البيضين في الوسطانيه هنايا في الثانيه، يمكن غادي نخرج هذا الخيط هذا. انا غنخدم دابا الغرزه ديال العقده الفرنسيه بحال هكا. كندورو البره على الخيط على البره ثلاثه المرات، كنخليو شويه اتساع هنايا ونجي نخرج انتما. كندخل البره ديالي عاود في الثوب بحال هكا، كنجر البره ديالي عادي بحال هكا. كنطلقوش هذا الخيط حتى كتشدينا الغرزه بلاصتها بحال هكا. كتشدينا الغرزه بلاصتها بحال هكا، عاد كنحيدو يدينا. وانتوما كنتبعو بحال هكا حتى كنعمرو الورقات ديالنا بحال هكا. انا غادي نكمل بنفس الطريقه كل الورقات بلا ما تبقاو تقطعوا الخيط، راه دوزو بالخيط من بلاصه لبلاصه عادي. يعني بلا البنات اللي كيسولوني واش كنقطعوا الخيط واش كان، ملي كتكملي الخدمه عاد كتعقدي الخيط وكتقطعي اولا الا تقاضى لك. هانتوما نستمر بحال هكا نكمل ونرجع لكم يعني نفس الطريقه دابا. هكذا كتجي الرشمه ديالي من بعد ما كنساليت نبات ديال العقيق المهرس. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. هنايا كيجي بحال هكا بالنسبه لهاد في هادي. غادي نفس الشيء غادي ديروا في الجهه الاخرى باش تكملوا يعني تكملوا نص الطوق ديالكم. كنتمنى تعجبكم هاد التطريزه هذه، راه ساهله بالنسبه للمبتدئات وبخطوه خطوه ان شاء الله غادي تقدروا تطبقوها. ما تنساوش تبارطاجيو، ما تحتاجوش نوصيكم. خليت لكم لهنا وراحه، تهلاو في ريوتكم. بسلامه عليكم.